بسم الله. بعد ما عرضنا البيانات الخاصة بالكاستمرز، جه الدور على ان احنا نعرض الايه الصورة. عرض الصورة كان عندنا فيه مشكلة، بس احنا عندنا اسلوبين في عرض الصورة. عندنا كنا مسجلين الايمجز كفايلز، يعني الاي بي اي بتاعة الاد ايمج كانت بتابلود في فولدر اسمه ابلودز، وكانت بترمي جوه الداتابيس. تعال نفتح الاكسبلورر كده نشوف الفولدرز بتاعة المشروع، هنلاقي فولدر اسمه ابلودز جواه الصورتين مرفوعين كفايلز زي ما هم مداخلين جوه الداتابيز كديتا باينري ديتا عاديه. طيب احنا عايزين دلوقتي المره دي في الفيديو ده نتعامل، نعرف ناكسس الفايلز، نعرف ناكسس الفايلز اللي حصل لها ابلود. والفيديو الجاي ان شاء الله نشوف ازاي ناكسس الداتا الباينري اللي موجوده عندنا. فالفايلز اللي حصل لها ابلودز دي سهله جدا، لان انا بتعامل مع اتريبيوت اسمه اس ار سي، والاس ار سي بيبقى عايز باث، والباث ده اصلا اصل الفايلز. فانا عايز احول الكاست ايمج ديت اللي هي الاس ار سي كاست ايمج، عايز احولها الباث اللي هو المسار اللي شايل الفايل بتاع الصور دي. شيل دلوقتي كونسول دوت لوج دي، لكن بالنسبه لي داتا دوت كاست ايمج او كاستمر داتا الاول. كده كاستمر ايمج، اسف، كاستمرز داتا هتبقى عباره عن كانتري 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 كانتري، فهي اري اوف كانتريز. فانا هعملها فور اتش، كل مره هعمل فاريبل اسمه كانتري، كل مره يشيل، اول مره يشيل الكانتري يشيل اول كانتري، ثاني مره يشيل ثاني كانتري، ثالث مره يشيل ثالث كانتري، وهكذا. جوه الكانتري في اري اسمها كاستمرز، فانا هقوم عامل ايه، اخد الكانتري دوت اللي شال الكانتري دوت كاستمرز، كده اري اوف كاستمرز اللي هي ان ايه ان الكانتري. هعملها برده فور ايتش عشان اعدي على كاستمر كاستمر، وهسمي الفاريبل اللي بيشيل بيانات العميل كله هنسميها كاستمر. فالفاريبل اللي اسمه كاستمر في كل مره شايل كل الداتا بتاعه الكاستمر. فانا هاجي منه اقول له كاستمر دوت الكاست ايمج. الكاست ايمج بالنسبه لي كانت شايله باينري، انا عايز اسويها بباث بتاع صوره. فاقول له كاستمر دوت كاست ايمج ايكوال، وعايز بقى اجيب المسار بتاع الصوره اللي انا عايزها اللي هي جوه فولدر الابلودز، بدل الباينري داتا اللي معروضه قدامنا دي في الكاست ايمج. هلغي الباينري واحط باث، الغي الباينري واحط باث، عشان ال HTML بتاعي كان مظبط نفسه ان هو يجيب SRC من الايمج، من الكاست ايمج. كويس، يبقى بدل الباينري دي هي اوريدي جايه لي، انا عايز استغلها ان انا دلوقتي مش محتاجها، انا محتاج مكانها يبقى فيه باث. الباث ده انا حافظ ايه؟ الباث ده انا حافظ اصلا وعارف ان هو جوه ابلودز، واسم الصوره هو الاي دي بتاع الكاستمر يعني كاست نو، وبعدين دوت جي بي جي. طيب البروجكت بتاعي اللي هو الباك اند محطوط على اربع ثلاثات، يعني الباك اند واخد لوكال هوست على اربع ثلاثات. قلت له ماشي، طب عشان ادي فول باس لازم يكون اسم السيرفر اللي هو لوكال هوست كولون اربع ثلاثات، وبعديه بقى اسم الفولدر انا عايز اكسسه اللي كان اسمه ابلودز، وبعد كده عايز اوصل للكاستمر ايمج دوت جي بي جي. الكاستمر ايمج بعد ابلودز هي بالنسبه لي عباره عن كاستمر دوت كاست دوت اسف الكاست نو، لان كل صوره كنا بنرفعها كان بترقم، كنا بنسميها باسم رقم الايه؟ رقم العميل اللي هو كاست نو. فانا لو لقيت على كاستمر دوت كاست نو كده جبت اسم الصوره. فاضل دوت جي بي جي اللي احنا كنا مثبتينها، كنا مثبتينها كاكستنشن، لكن هتشتغل معاك حتى لو كان الاكستنشن مختلف، لان احنا ما عملناش كونفرتنج للصوره. خلاص، فده اللي عملته، زائد دوت جي بي جي. خلاص كده، كده انا عملت ايه؟ كونت المسار، كونت المسار بتاع السيرفر بتاعي. تعالى بقى نعمل ريفرش هنا، طلع لي ما طلعتش الصوره، بس طلع لي تو ايرورز بيقول ان الصوره بتاعتك دي او المسار ده انا مش لاقيه. طب لو حاولنا نفتح الصوره على النتورك مش باين. طيب يبقى كده، بس المسار انا شايف انه مكتوب مظبوط على ابلودز مظبوطه، واسم الصوره مظبوطه، وجي بي جي كله تمام. طيب تعالى ناخد كده من الصوره دي كده برضو، او معلش نرجع تاني للكونسول، و عايز اخد من مسار الصوره كده كوبي ونشوف المسار ده مظبوط ولا مش مظبوط. احنا لقينا ايه، احنا عايزين نخلي اكسسة الفولدر اسمه ابلودز متاح، فخلي الاكسبريس يفهم ان الفولدر ده اكسسته متاحه او بابليك يعني او ستاتيك فايلز يقدر يوصل لها. ازاي؟ بقول له اب دوت يوز، هقول له اي حد يستخدم سلاش ابلودز يعني اسم الموقع سلاش ابلودز، يا اكسبريس افهم ان هنا في ملفات ستاتيك للعرض، ايه المسار بتاعها؟
underscore underscore dire name ده هيجيب لك لغايه الفولدر الرئيسي بتاع البروجكت سلاش ابلودز دي كلها بالنسبه لي static files خليها تبقى متاحه خليها تبقى ايه متاحه فلو عملت ريفريش الصور ما جاتش تعال على الكونسول طب تعال ناخد المسار ده كده كوبي معلش نرجع للكونسول وناخد مسار الصوره كده كوبي كوبي لينك ادرس وتعال نحطه في البراوزر ونشوف ايه المشكله دوس انتر الله الصوره اشتغلت يبقى المسار مظبوط يبقى المسار احنا كريتنا صح كان المفروض الصوره تتعرض يبقى في غلطه ثانيه بقى بعيد عن القصه دي طب تعال نرجع كده للكود الغلطه اللي عندنا نوت ان احنا كاتبين لوكال هوست على طول لازم http كولون شرطه لوكال هوست عشان ده http كولون شرطه لوكال هوست كولون والبورت دول كده اللي هيتشالوا فيما بعد وتحط اسم السيرفر اللي هتحط عليه الحاجه بتاعتك وشكل كده طبعا بقى ما عندناش مشكله انا كمان عامل سلاش ابلودز ممكن نخليها سلاش ايمجز طب هتضرب مننا خلي بقى ارجع تاني على الاب دوت جي اس بتاع الباك اند وفاهم الاكسبريس ان لما حد يقول سلاش ايمجز يبقى هيشاور على فولدر الابلودز عملتها زي كده بس عملت سلاش ايمجز يبقى هي دي المكان اللي هيشاور على الايه الفولدر بتاع الابلودز كده انا غيرت الاسم بقى اي حد يكتب سلاش ايمجز على اسم الصوره دوت جي بي جي بقى هو الاكسبريس فاهم ان دوت للبابليك يوز وبيقدر يوصل للفايلز اللي جوه الفولدر دوت بشكل مباشر كيو ار ال في الباك اند